اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. النهارده عامل لكم حاجات حلوه جدا حلوه وحادق، بس خلوني الاول ارحب بشيفتنا اللي مشرفونا النهارده، الشيف هايدي مكرم، شيف حلو وحادق واكل صحي، وده الاهم بقى، ده الحلو في الموضوع يعني. ازيك يا شيف؟ اهلا، منورانا النهارده. نورك يا جميل. قولي لي هتعمل لنا ايه النهارده؟ النهارده هنعمل بيتزا، هنعمل 4 في 1 عشان نعملها عائليه، بدل بدل ما نعمل كذا بقى ايه صنف وكذا صينيه، احنا كده نعملها مره واحده عائليه ب4 حشوات. حلو جدا. ماشي. يلا. اوكي. قولي لنا المقادير. اول حاجه عندي هنا البيتزا، عندي 4 كوبايات من الدقيق. هناخد كمان معلقه ونص خميره فوريه. يا ريت اللي عايز يتعلمها يكتب برضو المقادير. المقادير هتطلع معانا على الشاشه دلوقتي، اللي عايز كمان يصورها من على الشاشه. ايوه المقادير. 4 كوب دقيق ومعلقه ونص خميره فوريه، نص كوب لبن و3 معالق زبده مع زيت ذره، وكمان هنحتاج بيضه بدرجه حراره الغرفه، طبعا مهمه جدا درجه حراره الغرفه علشان العجينه تطلع معانا حلوه. وهنحتاج كمان موتزاريلا، ممكن موتزاريلا وجبنه شيدر، هنحتاج لحمه مفرومه، صدور فراخ وسجق، وكمان هنحتاج بصلة أو بصلة كبيرة يعني علشان نقدر نقسم الكمية على كل الحشوات. كمان هنحتاج 1/4 كيلو من الفلفل الألوان وطماطم، أنا مقطعة طبعا كله مع بعضه. كمان هنحتاج ملح وفلفل وبابريكا، توم باودر، بصل باودر، بتحط على كل الحشوات دي. وكمان هنعمل معلقة كبيرة من صلصة البيست، وممكن بنستخدم معاها يا إما صلصة بيست يا إما كاتشب، كمان معلقة كبيرة من السكر ورشة ملح. هنبتدي أول حاجة نعمل الحشوات عشان نلحق نخلص. أول حاجة طبعا هنحط عندنا هنا الزبده بقى. احنا عندنا هنا 4 حشوات بس في 3 منهم هيستووا على النار عشان نلحق نخلصهم. تمام. اوكي. احنا هنعمل ايه بقى الحشوات؟ ايه اللي عندنا هنا؟ لحمه مفرومه وصدور فراخ، وكمان هنعمل سجق، وفي البسطرمه مش محتاجه انها تستوي. مش احنا بنحط اولا معلقه من الزبده مع سمنه، انا خلطه الاثنين مع بعض عشان الزبده ما ينفعش تتحط لوحدها لان ممكن تتحرق لوحدها. فبنحط معلقه ومعلقه من دي، وبنقسم بقى كميه البصل. بنقسم كميه البصل. هنحط بقى كمان الحشوه، اللحمه المفرومه دي اول حشو، اول واحده. عندنا كمان السجق، دي تاني حشو، تاني حشوه. بيتزا النهارده متينه فيها حاجات كتير جدا. وهنحتاج كمان صدور الفراخ. طبعا مهم بقى جدا البهارات، ملح وفلفل والبابريكا وتوم باودر، بصل باودر. ممكن نحتاج معلقة صغيرة. أيوة. طب أنا ممكن أقوم أقلب معاكي برضو يعني. موضوع كده كبير قوي. محتاجين هنا عندي كده ده فلفل، الفلفل هتلاقيه هنا كده. تمام. اقلب لك انا الحشوات دي. نقلب كده. احنا ممكن نعلي النار دي شويه برضو. ممكن نعلي النار طبعا. طبعا على بال ما تستوي هنكون جهزنا العجينه بتاعتنا. نعلي النار على دي. اوكي. اول حاجه العجينه بقى بتاعتنا، اول حاجه هنستخدمها هي ال4 كوبايه. احنا كده ايه 4 من كوبايه دقيق.
هحط طبعا عندي هنا معلقة ونص من الخميرة، احط عليها معلقة سكر واحط لها مية سخنة. الخميرة اللي هي الخميرة الفورية العادية دي؟ الخميرة الفورية على فكرة في انواع منها حلوة جدا، احسن من الخماير التانية يعني، بتجيب نتيجة حلوة برضو. احنا كده ريحة طلعت اهي على طول. لازم نحط مية تكون فترة شوية مع الخميرة. اول حاجة عشان نتأكد ان الخميرة كويسة لازم نجربها الاول. نجربها ازاي بقى؟ بنحط لها معلقة من السكر، ولازم تكون بتفور معانا يعني عشان اعرف ان هي كويسة ولا لا. لازم تبقى كويس، لازم تفور. هضيف الخميرة، هضيف كمان 3 معالق كبار من زبدة على زيت. طبعا اهم حاجة في البيتزا هي الزعتر. الزعتر على العجينة، على العجينة بيبقى خطير. هضيف كمان هنا اضافة وهو البيض. البيض برضو بيخليه حلو طبعا، بس في الصيام ما بنعملوش ببيض. وطبعا رشة ملح. المهم بقى هنا كمان اللبن. قد ايه لبن؟ بنحط نص كوباية من اللبن. كوباية بس عايزة كوباية فاضية. اهي نجيب كوباية. شكرا. نص كوباية لبن. نص كوباية من اللبن. بنحطها، بنقلب عندنا، وبنعجن بقى بمية. لازم تكون برضو فترة يعني ما ينفعش مية سخنة كده من او ممكن تكون سخنة برضو، يعني سخنة او فترة. الحاجة هنا ريحتها ايه؟ السجق، اللي عارفة البهارات بقى والحاجات اللي اتحطت دي بتخليها حاجة تاني خالص يعني. وكمان بعد كده بحط في الاخر شويه فلفل صغير بحيث ان هو ما يتبلش من الاول، يعني في الاخر خالص. حط شويه فلفل بقى الوان، احنا عايزينه يبقى فيه اللي هو شويه كده ناشف، ما يبقاش طري. فاحنا بنسيبه في الاخر. عندنا هنعجنها بقى. بنسيب العجينه مثلا قد ايه؟ بتاخد لها مثلا تلت ساعه لو احنا في الصيف، في الشتاء ممكن تاخد اكتر شويه. طبعا عندي اهم حاجه هنا ان العجينه تكون فيها تلزيق بسيط كده شويه. طب انا كل مثلا ما اعمل العجينه والاقيها مش متماسكه معايا او مش بتلم معايا كده، ايه اللي ممكن اضيفه بقى؟ اضيف مثلا لبن تاني ولا اضيف ميه تاني؟ لا مش بتلم، يبقى ميه. يعني احنا ادام خلصنا لا ميه بيخليها تبقى متماسكه، تمسك معايا، تلم كده تاني معايا. يعني احنا السمك ده معقول شويه. نزود حبه كمان. لو انا مثلا زودت ولقيتها زادت مني شويه ممكن ازود شويه ميه كمان. ميه كمان يعني، ممكن انا مثلا حطيت شويه وزياده. المقادير ظاهره تاني معانا على الشاشه عشان اللي ما لحقش يكتبها او يصورها نصورها، وتفضل حبه شويه ما تتشالش على طول يعني. هسيبها لغايه ما تخمر كده. عارفه احنا حطينا بابريكا هنا،
خدت احمرار عارفه من البهارات كده. زود حبه كمان. بنزود دي تلم معانا كده. لو لقيناها ناشفه بنزود كده خلاص. بس هحاول المها برضو كده. طبعا احنا هنسيبها بقى لغايه ما تخمر. تخمر كده شويه. نشوف احنا الفراخ كده لازم تكون فيها تلزيقه شويه. ونحاول برضو نلمها كده بايدينا كده خلاص. بالاستريتش بقى ونبتدي نلفها تدخل اللحمة هنا اعتقد. ريحة جميلة يعني عايزة اوصف لكم ريحة جميلة اوي البهارات اللي اتحطت. ريحة خطيرة. عملتها بكذا نوع، في صيامي وفي فطاري، خطيره جدا هتلاقوها برضو على القناه موجوده. ايوه قولي لنا بقى حبك بقى للاكل وانك تعملي بقى صفحتك كده، يعني كلمينا بقى عن حبك للاكل. هو انا ما دخلت المطبخ الحقيقه من وانا صغيره، عندي 10 سنين كده. كنت صغيره قوي. بس يعني بحب المطبخ قوي يعني، وشغل المطبخ. انا اصلا مفتشه اثار يعني. ايه ده؟ ايه العلاقه؟ لا انا عملت يعني، انا عملت القناه دي يعني قلت للولاد يستفادوا بيها. بعد كده بنتي مثلا تيجي تتجوز مش عارفه تطبخ طبخه، وهي متعوده على اكل ماما، متعوده على الاكل اللي هي بقى واعمل على طول. فهي بقى تطلع وتعمل بقى يعني كده. طب اتعلمتي مين علمك بقى؟ كانت ماما. ماما كانت الحقيقه، في الناس يقولوا ان نفسها حلو في الاكل، ماما من الناس اللي كانت نفسها حلو في الاكل. فانا خدت كل حاجه كده. خدت النفس ده. مش كتير قوي بيحبوا وقفه المطبخ، عارفه؟ ولا لا انا بحبها جدا، ولا اي حاجه. المطبخ ده اخر حاجه، ما اوحش حاجه فيها بس الحر. بس الحر والمواعين اللي بعد الوقت. ايوه بالظبط. طيب دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنشتغل بقى بعد كده بقى في الصينيه اللي احنا قلنا عليها. نستخدم بقى، انا جايبه بقى صينيه عائليه عشان ده ممكن دي اهم حاجه. اول حاجه هدهن طبعا عندي الصينيه بزبده او زيت. طب انا اللحمه كده معايا خلصت خلاص. خلاص تمام. هل كده انت عايزاها كده تمام؟ ندهنها كده. ودي السجق معايا برضو خلاص. بعد طبعا ما بنسيب بقى عندنا الخميرة العجينة لما تخمر. ده بقى شكلها بعد ما ده بقى بعد ما خمرت كده نتأكد ان البيتزا هتطلع ممتاز. لو لقيتها ما عليتش يبقى هي مش هتبقى حلوة. هنبتدي بقى نفضيها. لازم نبل ايديا الاول كده مادة عشان ما تلزقش. ايوه كده. ونديها البوكس التمام كده. وبعدين هننزل بيها بقى على الصينيه بتاعتنا. بصي مش لازقه ولا اي حاجه خالص. ولا سايبه. مظبوطه ازاي. هنبتدي بقى بالراحه كده ايه نفردها كده. وادي السجق معانا اهو. انا بقى عايزه اعملها بقى اللي هي بتبقى فيها الحشوات اللي هي من الجانبيه دي. زي اللي بناكلها من بره. احنا أيوة. دايما اكل بره نقول نقول عايزين نجيب اكل من بره. بس مش ولادي يعني، ولادي بيحبوا اكل قوي. لا ما ولادك ما ينفعش ياكلوا من بره. انت عامله لهم حاجات كتير حلوه جوه. هنفردها كده بالشكل ده لغايه ما تفرد معانا. احنا ممكن بقى نزود عندنا هنا
السجق خلاص واللحمه المفرومه بنزود بقى شويه خلاص. بنزود هنا بقى شويه فلفل هنخبط بقى ده كله فلفل الوان على طماطم نقسمهم لا مش هقسمه كله يعني هيبقى فيه شويه برضو البيتزا نفسها البيتزا نفسها يبقى برضو من فوق طبعا الخضار ده كله فيتامينات عشان كده دايما بنكتر فيتامين سي بقى بيبقى خطير بقى كده لا والالوان بقى والالوان اتحطت اهي هنا بفردها بفردها للاخر وهزود الفرده شويه بحيث ان انا هقلبها كده عشان نعمل هنا حشوه جبنه موتزاريلا الحشوه في الحروف هنعملها في الخضار انت مش عايزه الفلفل هنا يدبل قوي صح يعني هو ادم هو كده استوى يا دوبك بس ياخد من ريحه اللحمه شويه وال بحاول افرد وازود في الفرد شويه البيتزا دي بقى العشق بقى بتاع الولاد هي كله مش ولاد بس صدقيني ده كبار واطفال وكله ان شاء الله هتطلع خطيره هتعجب ده اكيد ان شاء الله بتقعد قد ايه بقى في الفرن؟ هي بكثرها ثلث ساعه ثلث ساعه انا بحطها شويه في الاول قبل ما احط الجبنه الموتزاريلا اللي هي على الوش دي بحيث ان الجبنه ما تنشفش قبل ما تكون هي استوت احنا عايزين الجبنه تبقى سايحه فما تبقاش نحطها من الاول لو حطينا من الاول دي غلطه احنا بنقع فيها بقى فعلا انا اروح حاطه الجبنه واقول ايه ما سحتش ليه ونشفت ما بقى مش زي اللي انا بشوفها لا بره. هي بتستوي شويه وبعدين بنطلع الصينيه تاني بقى بس دي مش اللي على الطروف بقى مش مشكله اللي على الطروف هنحط يهمنا بقى عشان هي متغطيه اصلا بص يعني هنيجي كده نحاول نعمل كده على الطروف انت بتتني بقى الحروف بالموتزاريلا بصي انا هجيب عشان نشتغل ايوه اهي نحط كده ممكن نهدي هما خلاص يعني تحبي نهدي عليهم شويه ممكن صح نهدي بقى او لو استوى خلاص وهنا نهدي كمان نبتدي بقى بعد ما وزعنا كده نلم بقى الحروف نلم بقى الحروف بالشكل ده عايزين نسرع في البيتزا علشان متبقي من الوقت 15 دقيقة بجد خلاص قاعدين في امتحان اهو بص عشان عايزين نقفل البيتزا كده احنا كده خلاص احنا ممكن لو احنا عشان الكيكه ممكن نسيح ده برضو على النار على حمام ميه اوكي بعد كده بقى احنا ممكن نستخدم الكاتشب وممكن نستخدم صلصه ويفضل الصلصه اللي بيبقى لونها احمر اللي بتدي شكل حلو بندهن بيها اللي عندنا الصينيه هنا
ممكن الصلصه نعملها حتى اللي هي بنعملها في البيت من الصلصه. انا بعملها ساعات بالصلصه وبحط عليها معلقه من السكر ويا دوبك يعني لو معلقتين صلصه عليهم معلقه سكر ومعلقه من الميه ومعلقه زبده. وبتدي طعم حلو بقى السكر طبعاً. بيدي لها طعم حلو كمان بيقلل اللي عارفه الحموضه بقى أيوة. في الصلصه طبعا. هنا بس عشان الوقت مش مساعدنا عايزين نلحق نقفلها خلاص. احنا كده بقى خلاص كده هنبتدي نحط الحشوات بتاعتنا. هنحاول كده ايه نعملها بالربع كده. ادي ربع وادي اللحمة اهي وادي السجق هاتي ده. ربع كمان ممكن مش ضروري يعني نحط الكمية. لو حاطين ان الكمية كتيرة ممكن ما نحطش كل الكمية. والتالت حشوة السجق. سجق معانا كده خلصنا. ممكن بقى نحط شوية فلفل تاني. بس الألوان من برضو بتفتح النفس طبعا الألوان دي مهمة جدا. وبعدين كل لون يعني فيه فيتامينات فيتامين سي ومعادن حلوة جدا. يعني اي حاجه مش عارفين ناكلها لاولادنا من لهم وسط الاكل احنا ممكن نحطه بس 5 دقايق وبعد كده نحطه الجبنه على بال ما نجهز بقى الكيكه. نشتغل بسرعة. بس في التاني بسرعه عشان وقتنا. ممكن نشيل ده مش محتاجين ده خلاص. لا خلاص تمام. نجهز بقى الكيكه عندنا سريعا بقى يا شوف كده عشان عجينة الكيكة عبارة عن 2 كوباية من الدقيق. هنحط انا عايز تاني الكوبايات. مقادير الكيكة طيب قوليها لنا كده. مقادير الكيكة عشان ما انساش حاجة. مقادير الكيكة كمان معانا على الشاشة تظهر. قد ايه دي؟ كيكة قهوة بالشوكولاتة. المقادير 4 بيضات وفانيليا، 2 كوب لبن ساخن، 3 معالق كبيرة كاكاو خام، 2 معلقة كبيرة خل، 2 معلقة كبيرة نشا، 1/4 كوب زبدة مع زيت ذرة، كيس كيك شيف، 1/4 كوب سكر ناعم، 1.5 معلقة نسكافيه، مزابف، 2 معلقة لبن، و2 كوب دقيق الخاص بالكيك، ورشة ملح. بعد كده بقى بنجيب برضو الشوكولاتة مزينها على حمام مية وبنعملها بالشوكولاتة. ممكن بقى نحط عليها شوكولاتة كريسب وشوكولاتة أي شيبس. أي حشو بقى. مقادير الكيكة على الشاشة 2 كوباية من اللي عايز يكتبها ويصورها. هنحط هنا دي بس كده 2 كوباية دقيق. 2 كوباية من الدقيق. 2 كوباية البيض ده ما ينفعش يبقى في التلاجة مثلا ونطلعه على طول نروح عاملين بيض. لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. لازم كل حاجة تبقى بدرجة حرارة الغرفة. الدقيق لو حاطينه في التلاجة نطلعه. الزبدة البيض هنستخدم الأول 4 بيضات. طبعا بنختبر البيض الاول في بوله كده جنب عشان لو في اي حاجه ونضرب. عندنا مضرب بيض. هنحط برضو البيض الفانيليا الاول بعديها
يعني بيض فانيليا. طبعا لو مضرب كهربائي يبقى اسرع. يبقى اسرع لو مش متوفر، بس عشان لو متوفر احنا بنعمل برضو باليدوي. بعد كده بنضيف السكر، كوباية من السكر، كده احنا حطينا بيض فانيليا سكر. واهم حاجة بقى الكيكة واللي بتخليها جميلة الخل، هنضيف خل. خل ليه بقى؟ مع الخل بيخلي الحاجة هشة وحلوة، وبتخلي العجينة برضو في العجين بتبقى حلوة جدا. معلقة خل مثلا، معلقة كبيرة، معلقة كبيرة من الخل. طب قولي لنا بقى الحاجات الحلوه اللي انت عاملاها قدامنا على الشاشه دي، كلمينا عنها بقى. دي ايه دي؟ ده شيش طاووق. بدل ما بعمله بقى في الفرن وياخد وقت وكده، بعمله على البوتاجاز، ما بياخدش وقت خالص. سريع ده، جميل ده. انا شفت حواوشي، نرجع لقطه الحواوشي. وفي حواوشي دي بقى حاجات اللي هي الدايت، سلطه مكرونه جميله جدا. بتهتمي برضو بالحاجات الصحية، الأكل الصحي؟ لا، أنا بديت أتجه شوية للحاجات الصحية. حواوشي أهو شايفينه. هنحط بقى الزبدة مع الزيت. أنا عايزة بس دي تسيح عشان الحق. إزاي بقى؟ قولي لي إزاي هتعملها على حمام مية. طيب محتاجين مريم يعني؟ ماشي. محتاجين مريم. مريم عايزين نسيح الشوكولاته. بالنسبة للدقيق هنحط عليه كل المكونات الجافة. عندي هنا الكاكاو، كاكاو خام. هنحط كمان البيكنج باودر، بيكنج باودر. كمان هنحط عليه النسكافيه، بيتحط مع بندوبه الاول عشان لو احنا عملناه كده ممكن ما يدوبش معانا. بندوبه في شويه لبن او ميه. ممكن نحط عليهم معلقتين ميه، وممكن اللبن لو سخن. بسيط على فكرة، عارفة اللي هو الواحد بيستصعب الحاجة كده في أولها. لا ده سهلة خالص. أنا عاملة برضو الكيكات دي على القناة، هتلاقوها موجودة برضو. في منها الصيامي، الصيامي عاملاها بالموز، برضو خطيرة جدا. طب قولي لنا أكتر أكلة أنت بتحبي بقى تقفي كده لما يبقى في مود حلو بقى كده وأبدع فيها بقى في المطبخ. المكرونه البشاميل طبعا، جلاش. شفت الجماهير المكرونه. بحب بقى الرومي مشوي برضو، بيبقى جميل جدا. بحب المشويات عامه. وفي رز البسمتي المبهر مع الفراخ مشويه برضو. الحاجات دي تلاقوها برضو موجوده يعني على القناه اللي حابب يتفرج. طيب فاضل 5 دقايق يا شيف، عايزين نلحق. خلاص. طيب نطلع دي بقى السيليكون مسيكة. ايوه عشان نلحق نقدم حاجتنا، عشان نلحق ندوق. هي قربت اهي. ايوه هنحط بقى الموتزاريلا. نحط بقى الموتزاريلا عليها. ممكن نحطها هنا نحط بقى الموتزاريلا كلها على الوش. الموتزاريلا برضو تبقى فكه سايحه كده، ما تبقاش من الثلاجه على الفرن على طول، علشان نقدر ناخدها. احنا ممكن نعمل بايدينا يعني، بس ما عشان ما تاخدش مشكله، عشان نعرف نفكها بس. كده تسيح بقى يعني. تتحرق. ممكن كمان نديها الجبنه برضو الشيدر. ممكن نحط كمان جبن شيدر يبقى حلو عليها.
يمكن برضو رومي مبشور، عارفه الجبنه الرومي المبشوره كده على الوش كمان. طبعا كل ما الجبنه زادت، وده اللي بيفرق الجبنه اللي من بره على البيت، بره بيهتموا قوي بالجبن والصوصات، فاحنا لما بنهتم بقى بالحاجات دي الولاد يحبوها قوي. طبعا اكيد. وندخلها بقى تكمل في الفرن. مريم عايزاكي تعلي الفرن شويه لحسن ما حاسه دي خلاص يا مريم، صح؟ طيب لا هو ما استواش لسه، اعلي بقى يا مريم الفرن فعلا. بعد كده بقى بنحط هنا، بنكمل بقى نحط الدقيق على الكاكاو وعلى المكونات كلها الجافه مع بعض. هنزود بقى هنا باللبن يكون مغلي، ده اهم حاجه، وده اللي بيديله بيخلي الكيكه شكلها حلو وطعمها كمان حلو، تبقى هشه. اللبن يبقى سخن بقى عشان يمسك. لا ده ما بيصحش كده. طب كمليها على النار يا مريم عقبال ما نحتاجها. بيتعمل حمام كريم، حمام ميه. نسيبيها على النار عقبال ما طب احنا بنصبها بقى عندنا هنا في قالب كيك بقى. ولازم طبعا سمك العجينه عندي يبقى حلو، اللي هو العادي بتاع الكيك، ما يبقاش تقيل قوي. هي تبقى متماسكة ملمومة كده مع بعض. لا هي كده بقى. طب نلحق بقى نعملها يا شيف عشان وقتنا. طيب خلاص. عشان نلحق احنا كده هنصبها بعد كده. وبعد كده بقى هنكون ايه، بعد ما بنصبها بنحطها بقى الفرن طبعا عشان وقتنا. ده بيبقى شكلها. ده بيبقى الشكل النهائي بتاعها. بتقعد في الفرن قد ايه بقى؟ بتقعد حوالي نص ساعة. أول ربع ساعة بحطها على درجة حرارة 220، بعد كده بحطها على درجة حرارة 180 ل 160. يعني في الأول تبقى عالية وبعد كده أوطي. بعد كده بتأكد بقى إنها استوت بعصاية طويلة اللي هي بتاع الشيش طاووق دي، أتأكد إنها استوت ولا لا. كده عندي هنا هي جاهزة. القالب أهو. هبتدي بقى عندي القالب. نشوف هنا اللحظة الحاسمة بقى. اللحظة المنتظرة. طبعا هشيل هي متماسكة وحلوة اهي. هشيل الوش الأول عندي بالسكينة. نجيب لك سكينة. هشيل الوش ده كده طبعا الأول. دي كده. علشان هقلبها. عشان لما تيجي احطش عليها الشوكولاته تبقى مفروده معايا. كده طبق. ممكن نجيب لك طبق. طبق. ممكن نجيب دي. ماشي. اي حاجه. بعد كده بقلبها كده بالشكل ده. طبعا بسيبها الاول تبرد وتتقلب بالشكل ده. انت حاطه دي حاطه دي علشان يبقى سهل ان انا اشيلها، لان ممكن تلزق في حتى لو تيفال ممكن تلاقي الجوانب بتاعتها. انا ممكن احط اي ماده دهنيه، زيت. ما انا بحط برده ماده دهنيه فيها برضو. بس دي سهله انك انت تشيليها. ورقه زبد. بعد كده بقى بنحط الشوكولاته عندنا. طب احنا هنخليها كده ولا هنقطعها؟ هي المفروض الشوكولاته نسيحها في حمام ميه. وبتكون سايحه ونحطها بقى عليها. طيب احنا ممكن نقطعها ونحط الشوكليت كده عليها من فوق بس. ايه؟ نقطعها. هي المفروض بتت انت عايزه تقطعيها؟ هو ممكن بقى
نحط عليها شوكليتس كده. بس هي المفروض ان هي نكون نسيحها الاول على حمام ميه. زي نحطها واحدة تانية بس الوقت مش هيقضي طبعا معانا. احنا عايزين سريعا علشان نلحق. خلاص ممكن نحط لها نزوقها بالشيبس الشوكولاته الشيبس بقى كده بالشكل ده. طب احنا ممكن نقطعها عارفه اللي هي كده سلايزات بس هي ال ايوه كده الفكره بتاعتي اللي هي كانت شوكولاته بتبقى سايحه. ايوه كده ونحط بقى عليها الجون. ايوه في حلوه الكيكه لما ممكن بقى الشوكليت كده عارفه هو عشان الوقت معانا ما ينفعش. معلش الوقت قليل جدا بس ممكن نحط الشوكليت ده عليها كده من جنب. بس المفروض اللي هي عليها شوكولاته اللي هي السايحه من فوق. حلوه جدا. خلاص خلاص ده جميله. لا بس جميلة جدا يعني هو صدقيني يعني انا هي المفروض انها بتتسيح في حمام مية لغاية ما تتسيحش كده كده يعني هيبقى غلط. انها بتتسيح في حمام مية وتبقى سايحة هتلاقوها برضو على القناة عندي في تو كوكينج ويز هايت. طيب اتمنى ان انتوا تتابعوني. ناخد نحطه هناك ولايك وشير اهو. ادي اول طبق. ممكن نجيب شوكليت حواليها ممكن نجيب شوكليت حواليها كده. هو القطعه طالعه متماسكه حلوه جدا يعني. ممكن نحط زبيب كمان. حلوه جدا. ممكن زبيب. يعني حلوه قوي. جميله. البيتزا بقى عشان طيب نلحق وقت برنامجنا علشان انت اعتقد يعني هتبتدي تسيح بس احنا عشان يعني احنا ممكن عشان وقت برنامجنا بقى خلاص. ايوه نشيل ده. نقطعها بقى. بصي الجنب احمرت خلاص والجبنه ابتدت تسيح. بس كده. ممكن نحطها هنا بقى. رائعة. مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي. شكرا ليك يا شيف. نورتينا النهاردة بجد وعملت لنا حاجات حلوة كتير. ربنا يخليك. ميرسي. المرة الجاية ان شاء الله نحاول بقى يعني في وقت نعمل نعمل حاجات تانية. ماشي. نعمل حاجات ما تاخدش وقت شوية. شكرا ليك. عايزين عملنا لكم النهاردة ادي بيتزا وادي الكيكة وهندوق بعد الهوا بقى خلاص ما فيش وقت مش مشكلة. لكن استنونا الأسبوع اللي جاي سبت وحد الساعة 12 الظهر إن شاء الله والإعادة يوم الاثنين والثلاث الساعة 7:30. باي باي.